السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف أقوم اليوم بشرح درس محيط الدائرة للصف السابع. سوف نتعرف في هذا الدرس على التعرف على عناصر الدائرة، التعرف على محيط الدائرة والنسبة التقريبية، وإيجاد محيط الدائرة. سوف نبدأ أولا بعناصر ومكونات الدائرة. يوجد عناصر الدائرة مثل مركز الدائرة، وهي نقطة المنتصف التي ترسم من خلالها الدائرة. كما يوجد قطر الدائرة، وهو الخط الذي يمتد من طرف إلى آخر في الدائرة ويمر بمركز الدائرة، ويوجد عدد ما لا نهائي من الأقطار ممكن رسمها خلال الدائرة. كما يوجد عندنا نصف قطر الدائرة، وهو يكون نصف القطر الأصلي للدائرة مثل ما أنتم شايفين هون. في عندنا برضو عدد ما لا نهائي من أنصاف الأقطار. سوف نتحدث أولا عن محيط الدائرة. محيط الدائرة هو طول الخط المنحني الذي يمثل الدائرة، يعني زي ما أنتم شايفين أنا بمرر عليه هون السهم، هذا هو عبارة عن محيط الدائرة. لازم أعرف كم طوله لهذا الخط عشان أعرف إيش محيط الدائرة. كما تعرفون أن المحيط دائما مثل السياج، الإطار، وهو الشكل الخارجي للهندسي. قانون محيط الدائرة هو 2 نون قاف باي، حيث نون قاف هو نصف قطر الدائرة، وباي هو عدد ثابت له قيمة تقريبية تقدر ب 3.14 أو 22 على 7. لازم نعرف أنه دائما بتكون تقريبية، لأنه في عنا أعداد ما لا نهائية من الأعداد اللي تأتي على يمين الفاصلة العشرية. سوف نأخذ مثال جد محيط الدائرة التي نصف قطرها 10 سنتيمتر. محيط الدائرة نكتب القانون 2 نون قاف باي. دائما هون لازم تعرفوا انه حساب المحيط يكون ناتج قيمة تقريبية. برجع بكرر ليش قيمة تقريبية، لانه باي عبارة عن قيمة تقريبية. بكتب تقريبا 2 ضرب 10 ضرب 3.14. بإمكانك تختاري 22 على 7، بالآخر بيطلع عنا نفس الناتج. بقوم بعملية ضرب 2 بعشرة ب3.14، يصبح الناتج 62.8 سنتيمتر. سوف نحل تدريب رقم 1 صفحة 74. دائرة قطرها 42 سنتيمتر، احسب محيطها. هون نكتب القانون محيط الدائرة 2 نون قاف باي، بس بلاحظ بالسؤال انه معطينا القطر 42 وليس نصف القطر. عندها يجب ايجاد نصف القطر. نصف القطر كيف يتم ايجاده؟ قانونه انه القطر على 2، يعني هو عبارة عن نص القطر بيكون موجود بالدائرة. فهون بقسم 42 على 2 تساوي 21. بعد ما اطلع نص القطر بروح بعوض في القانون، فبطلع معي التعويض 2 ضرب 21 ضرب 22 على 7. انا هون اخترت 22 على 7 اسهل، لانه في عنا اختصارات بين ال 21 وال 7 بتسهل علي عملية الحل. بامكانك برضو انك تختاري 3.14، ما في اي مشكلة. فهون باجي بختصر تقسيم 7، وبرضو هون بختصر تقسيم 7. 21 تقسيم 7 بينتج عنا 3، و7 تقسيم 7 بينتج عنا 1. تصبح المسألة 2 ضرب 3 ضرب 22، ويصبح الناتج 132 سنتيمتر. نأخذ مثال آخر. هون الفكرة انه بيعطينا المحيط دائرة محيطها 44 سنتيمتر، جد طول نصف قطرها، علما بان باي 22 على 7. لاحظي هون معطينا المحيط وبده نص القطر، السؤال بالعكس. فاحنا بنكتب كالعادة القانون محيط الدائرة يساوي 2 نون قاف باي. المعطينا اياه بالسؤال هو محيط الدائرة وليس نون قاف. نكتب 2 نون قاف باي كم بيساوي؟ 44. هلأ لأنه المحيط ما أعطانا إياه بدلالة باي، فعندها لازم أعوض قيمة باي. حكينا أنه نعوض قيمة باي 22 على 7، فأنا بكتب 2 ضرب نون قاف ضرب 22 على 7 تقريبا 44. بقوم بعملية ضرب 2 ب 22، يصبح الناتج 44 على 7.
ضرب نون قاف تقريبا 44. هون علشان أتخلص من 44 على 7 وتصبح نون قاف لوحدها، لازم أضرب بمقلوب العدد 44 على 7. أقوم بضرب الطرفين بسبعة على 44، 7 على 44، وهنا يتم اختصار 7 44 مع 44 على 7، وكمان 44 و44 هاي كمان نختصر، فيصبح عندنا نون قاف تساوي 7 سنتيمتر. لاحظوا عندنا هون من نحل تدريب 2 صفحة 75، بحكي لك إذا كان القطر دولاب الألعاب، زي ما أنتم شايفين في عنا دولاب ألعاب القطر تبعه كامل، يعني إذا بنمتد من هون لهون 14 متر، فكم متر سيقطع الدولاب في الدورة كاملة؟ يعني بدي ألف دورة كاملة هون، أو ب نص دورة، يعني ببلش من هون بطلع هيك بوقف هون، أو ربع دورة ببلش من هون باجي لهون. كيف بدي أجد المحيط أو الدورة كاملة كم ونصف الدورة كم وربع الدورة كم؟ هلا أول شيء بدك نعرف إنه الدورة كاملة هي عبارة عن المحيط، لأنه أنا بدي أبلش من هون وأضل ألف 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 أرجع لهون. أنا لما ألف هذا معناته عم بلف حوالين المحيط، فإذا رح أجد المحيط، فبكتب قانون المحيط وهو 2 نون قاف باي. هلأ نصف القطر هون معطينا القطر كامل 14، فبطلع نص القطر، نص القطر اللي هو 14 على 2 ويساوي 7 متر. بعوض 2 ضرب 7 ضرب 22 على 7، وهون برضو اخترت 22 على 7 لعملية الاختصار، بختصر 7 بـ7 فبينتج عنا 44 متر. هلأ لإيجاد نصف الدورة، شوفوا إن أنا لما درت كامل 44، طب لما أبدأ أدور من هون لهون يعني بس نص الدورة اللي هو نص المحيط، يعني 44 على 2 ويساوي 22، وربع الدورة كذلك، أنا بدي ربع الدورة يعني بس من هون لهون، فمن هون لهون يعني ربع المحيط نفسه، ف 44 على 4 يساوي 11 متر. وهيك بنكون خلصنا الدرس، وبتمنى تحلوا تمارين ومسائل، وسوف أقوم بتنزيل الحل غدا إن شاء الله.